جدا. عايز اقول لهم كل سنه وهم طيبين لانه دي اول سنه ليهم. فكره الاعلام الايجابي انا مبدئيا هم كلهم اصحابي وانا بحبهم بحترمهم ودايما ببقى حريصه انه انا احضر كل ندواتهم لان هم كمان افكارهم افكار ايجابيه جدا. الاعلام الايجابي هو ببساطه انك تقدمي الحقيقه، مش بالضروره الحقيقه زي ما هي بالظبط، بس على الاقل تسمعي كل الاراء. وهو ده الاصل في الاعلام، انه ما تحجبيش راي لحساب راي تاني، انه كل اراء تكون مطروحه. يعني عايزه اهني كل المسؤولين وكل العاملين وكل المنتمين للاعلام الايجابي، وطبعا على راسهم الاستاذ سمير عمر رئيس مكتب سكاي نيوز في مصر، وهو صديق عزيز بالنسبه لي. عايزه اقول لهم مليون مبروك، لانه في خلال الفتره اللي فاتت انا حضرت ندوات ثقافيه مهمه جدا، سمعت افكار يمكن كان مهم ان انا اسمعها، سمعت من الناس على مستوى عالي جدا من الوعي والعلم، واعتقد ده مهم، فده في حد ذاته حاجه ايجابيه. الاعلام الايجابي بقى بتمنى اشوف يعني الاعلاميين وانا واحده منهم، اتمنى اشوفهم زي ما انا متعوده، اتمنى اسمع اراء كتير واشوف كل الاراء والتوجهات والافكار موجوده، واتمنى كلنا نكون مع بعض رغم اختلافاتنا. اذا وصلنا لده انا هكون اسعد واحده في الدنيا.